حكم الأول. تفضل. لا تفضلك. تدعميني 16 أسد. ايوه. الحكم الثاني حليل أختك، والله أنا محلوة ما شاء الله. أخي وأخي أخي والله العظيم. لا لازم تعرف مين هو. شكرا. شكرا. تو الحكم الثاني ايه تمسح وجهك تنتهك من المكياج، بنشوف فراعنة، بنشوف وجيه ثانية، نبي نشوف أحمد وخالد. يلا الله يهينكم. ايوه. الثالث الحكم الثالث تحطين صورتي عندك عرض شهر كامل. اوف 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 سعود ايش فيك؟ وبعشانك زعلان طلع حرتك فيني. اطلع والله كم زي شوف، الناس. كل زعلان كل زعلان، ولا هو سبب اني زعله، ايش؟ كل زعلان حر، انا فزت عليك حر بكيفي بكيفي. غير الاحكام شوي قوية. غير خلاص اي واحد من غير الاول. يلا يعني انت يلا. ما انت واثقه وانت اختك من جمالكن، امسح الميك اب. احنا مسافرين ما عندنا مزيل لسه. مي بنروح صيدلية وبنشتري. مويه فيش فيش خلاص. ويل والله يا شيخ مسافرين، شوف سافر ها جوال. فندق. احنا في اوتيل. كم نجمه الفندق صدق. احنا في شقرة ما في لا نجوم ولا شيء. شقة عادية. كم خذيتوها؟ 250. ما ادري بكم. ما اعرف الشركة اللي ماخذينها لنا. اها راح تسوون اعلان. انا عندي مين شغل هنا. العب 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 الاشغال المهمه. توقعين كم اخذوها لك؟ ما ادري والله. توقعي 250. رخيصة رخيصة. شقرة توقع رخيصة رخيصه مو مو غالية. شقره. وين ذي شقره؟ محافظة برياض. اها وليش تدورون بشقره انتم؟ عندها مسلسل تصور هنا اها بشقرة. لكم شباب البوم هي. لا لا طيب ليش ما تدخلوني في مسلسلكم واصير مشهور؟ والله صدقين اخليه يصير له شعبيه كبيره المسلسل. وانت تبي تمثل صدق؟ اي ها شوف 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 التمثيل. شوف احمد شوف شوف وزحمة يا احمد. بمثل اني شوفي. اسمع اسمعي ايه 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 اسمعي اسمعي انت اختها. بمثل هلا. اني شخص ساطي. شوف طيب التمثيل، شوف الدور، شخص ساطي وعصبي وكذا ترى بضايح. ما راح اجامل. ما حد بيجامل. ايه بنقول لك الحقيقة. نعم يلا 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 بس دقيقة يا عيال. بالله يا عيال انكم تركز، انت ابيكم تركزون في المشهد. هلا. ايه لا بال بك شوفي حبيت. بسم الله. تبون يلا أحمد ما عاد بس علق. صص صص شكل مو بعد با. بس صص وش سوى الحين؟ ممتاز. ليش ما جبت الميكسات والحركات هاي؟ انا قايل لك يا حمار جيب الحاجات اللي بيها ولا يا غبي. كم مره اقول لك انتبه انتبه من المجرمين لا يقربون الحوض حقتنا. كم قايل لك اخذ لك وحده كذا يا غبي. ويصفق نفسه. عاصي جيب الشاي. ولاد عاصي وعاصي ومين؟ مدري. معتز وعاصي. كلمني على مطلق قله بس نسمع وعرفت العاصي. يصرف البرسيم. يلا بس رعوت يا غبي. قل الوالدة تذهب لنا العشاء. يا كويتي تذهب لنا العشاء. كيف المشهد؟ اسالك بالله كل صدق. ربي فشل. ايش هذا؟ هذا اسمع قال اسالك بالله. هو قال اسالك والله بالله. والله اني بقول صدق. شوف اصبر يا اختي. هو ما عنده نص ترى. هو جاب كذا اللي ها ها ما كل عندي نص. هذا اللي قلته يعني هبت كل شيء في مخه. احس حلو بس يعني تحتاج شوي كورسات. والله والله اني صادقه. والله العظيم لف انت وياه. اسمع انت قسم بيت الله انت
والله العظيم ها اختك سبيكه وما في اسهل من التمثيل. بك خير اسمعي انزلي لي تمثيل، يلا خلنا ننزل تمثيل مع بعض مشهد واحد. لا انا ما ابغاهم يشوفون ادائي، ابغاهم يتفاجئون في رمضان. ها يعني انت اول مره تسوين التمثيل؟ انا اسوي اعلانات بس مسلسل. اجل خلطي والله مع قاسم بيت الله، لو اسوي مسلسل حالي وانا على الحاره اجيب احسن من مسلسلكم تنزلونه. نشوف يلا انزل لي. طيب شنو عنوان المسلسل؟ علوم الاولين. اجل ما عندكم سالفه، الاولين يخلوها لاهلها. هذه قصص حقيقيه. زين ضبطوني معاكم بمشهد مشهدين وابي دراهم. والله ما شاء الله عليك واثق من نفسك وكذا، بس انا ما عندك نص عشان كذا. يا ليل تبين مشهد الضابط؟ تم قدام. شو بسوي لك الحين؟ تبين ضابط قديم؟ لا ضابط جديد. لا جديد ما عندي بدلة. دقيقة يا بنت بمثل، خلي مثل. يا ليل دختك سبيكة قاطت رزاق، خليني امثل يا اخي. خل نشوف، يمكن الحين مرة هذه يفشل يمكن ينجح، تدرين. اسمع شوف ليش تلحق كم بس مين. انا وياك. اختك ذي ما ماشي اختك ذي دامها كذا ما تساعد على نشر الخير ما راح تنجح. ها بسم الله. يما تعالي هنا، ايش فيك؟ طيب كم مره قايل لك ركز على خطوات المجرمين، انت مو راضي تركز يا هيثم. هيثم ركز عليهم، ركز كل تصرفاتهم يا هيثم. ألف مرة أكلمك وأقول لك يا هيثم ركز على تصرفات المجرمين. المجرمين دول يا هيثم ما راح نقدر نمسكهم زي كذا إلا بخطط، لازم نخطط، لازم نحط لنا أهداف يا هيثم، ركز الشغل. يا سيدي الله يحفظك يرضى لي عليك، أنا عندي خطط لكن كل ما أطرح عليكم ما تقولوا لي الصدق فيها. يا أخي عطوني يعني يا أخي أنت سبيكة الله يرحم والديك، كم مرة قلت لك ركز بالشغل ركز. أنا ليش خلوني رئيسك؟ علشان أعطيك خطة تمشي عليها، مو أنت يا سبك تمشي على كيفك. جيب الطفاية يا غبي، جيب الطفاية. كيف؟ مبدع. يعني تغيير الأدوار السريع هذا فيه يعني يا أخي فن خيال مو طبيعي صراحة، يعني تتفوق علي عشان كذا ما أبغاك تتابعني. صرت الحين ماني بواثقة من نفسي، هزيت الثقة عندها ضعيفة. هذا مشهد بدون نص على قولة أختك. إيه فإذا حطيت نص وشخصية ولبس كذا صدقيني والله. لا أنا آسفة أقسم بيت الله كنت عندك موهبة والله مدفولة. العظيم بس لو يجيبوني أمثل فيلم قديم ورب الكعبة ها إني لا أصير من أبطال الممثلين. هيا نقول لك، وأنا ترى حلمي إني أكون ممثل. طب دام تقوله صادق؟ والله أقوله صادق يا أخي، بس ما حد رضي يعطيني مجال. بس سؤال التمثيل فيها فلوس؟ أنا والله أنا أوصلك الناس إذا تبغى. والله صدق ما أمزح بالله، فيها فلوس يا أخي. مو تجيب لي مسلسل في قناة ما حد يتابعها لبنجلية، نبغى بس بي سي 1 يا أخي. أنت لا تحس إن أول ما بتمثل تاخذ بطولة، لازم. ما أبغى بطولة، أنا أبغى الناس تتابعني وأنا أمثل. إيه في ناس طيب تبغى نتفليكس؟ في فلوس أعطوني راتب يا أخي. أبغى تمثل ولا تبغى فلوس؟ شوي ابغى امثل، يعطيني فلوس اتعب روح على غير فايده. ليش؟ خلاص انت الحين تبغى تشتهر. ايه في البدايه اشتهر بعدين. انا مشهور انا الحين ما ابغى اشتهر، ابغى يا طول العمر ابغى لي حلقة. بس ما حد يدري ان عندك موهبه تمثيل، لازم تطلع اول شيء تضحي. اها لازم اضحي بدون فلوس. بيعطونك فلوس بس مو قد التعب. كم يعطوني؟ 1000 ريال 500؟ لا كم؟ ما ادري بس اكثر. انت كم عطوك يا اختها اول بداياتك؟ دخلك هذا شيء ما اتكلم فيه. عادي وجهه يبغى يعرف الجواب. اسمع تبغى تمثل فيلم ولا مسلسل في شاهد ولا في نتفليكس؟ اوكي أقدر. والله فيلم قدام، فيلم احسن افضل فيلم. خلاص اوكي حلقات نروح ننام في بيتنا ونجي. لا هذا كله تقدر.
لا خلاص لا اوكي، ابغى خلاص. والله والله لا اكلمك. عندي واحدة بشكل اسبوع تكلمني، ابغى ممثلين ابغى ممثلين، اقولها بنت الحلال ما اعرف، لا مو والله كذا، ما تبغى اعرف. ممثلين، تبغى ممثلين عاديين. لا انا ممثل مش عادي، انا الشخصية مهمة، تراني انا عادي لي اول ما تروح جمهور. يسوي لك تجارب اداء عادي. يسوي لي، احمد انت لو صدقيني بقطع صدقيني الجوال صدقيني، عليك انا اقول احمد. لك اخذيها من عندي. بس شوفي المشكلة في شيء اعاني منه انا صراحة، وشو الحفظ عندي لك عليه، ترى ما احفظ بسرعة، انا زيك، اوه ما احفظ ما احفظ. حفظي ماشي، فاقدر امشي على خطة، يعني اعطوا لي خطة وانا اتصرف فيها. ايش؟ ما ادري ايش؟ مش بيحطوها يعني يوم ان حاطه راس كهرباء. لا شو لا تقول؟ معليش، عنده موهبة، عنده موهبة. تشوفيك قاعد ما عنده. تحبط فيني ذي يا عيال، أمي قوم يعطيك قوم فاس، اشهد يا أمي امي أمي يا قيلة أمي. يا خالة، اشهد يا خالة، هذا مو على الرجال. ها اذا ما صرت منك برية الفنانين في التمثيل، هيا أمي لا تقولي ما أسب، بالعكس. تقول ما تسبك، بالعكس. اها خالة بسوي لك مشهد، مشهد مثل شنو بس هي مثل شنو تقول إن يعني شكلك صغير، يعني ما راح يحطونك في أدوار زي كذا، بيحطونك يعني. يا خالة، من وراها شنب زراعة وخلاص الأمور طيبة يا خالة. ايش فيك انت، ركزي في اهم شيء ولا زراعة شنب. ولا شيء، تدري أنا جالسة مع ممثلين والله يحطون لهم صمغ ويحطون لهم شعر ويحطون لهم ما خواطير، عليك، شوفي قسم كل يوم بالله اطلع ستايل لك، جديد، فما يحتاج زراعة. بسوي لك مشهد الحين، مشهد اني شنو يعني، دقيقة اعطيني مشهد انت. لا يعني خالص كذا جاهز، بيزوجونك بنت لا ما عمك ابغى، وانت ما ما ابغى، ابغى تبغاها، مشهد كذا بطولي بيزوجونك بنت مشهد. عمك وانت ما تبغاها، يلا اقنع اهلك انك انت ما طيب تبغاها. اسولف مع الجدار، لا ابغى مشهد كذا يعني بيزوجونك نفس هيثم والضابط، تدرين بيزوجونك. اني اقدر اقلد شخصية ناصر القصبي؟ يلا والله العظيم، طب يلا قلده. بس لازم واحدة تساعدني وتتمثل معي، او يعني تعطيني طب لا لا اتكلم معاه. خلاص اسمع، بيزوجونك ريم وانت تحب جود. يلا ريم بنت عمك وانت تحب جود، خلاص يلا. ومعصب مرة، يا ليل ام ذا سجارة، مو بلازم مرة ترى، ترى مو شرط، ترى في ادوار مشاهد بدون سجارة، ايش فيه؟ طبيعي ما راح يدخلوني بس وانت دقيقة تدخل. دقيقة بس دقيقة، خل اضبط المكان عشان نطلع في مشهد حلو. ريم يا سيم والله حتى اني هبت تيس في راسي. التدخين يعني معصب، شخصية عصبية. يا اخي ركزي، خل ركز في الشغل، رجع انا ممثل وانتم متابعين، لازم تاكلون في شهر يلا تسكتون. يلا مكيف الحار، طفيه شباك. شفتوا مكيف؟ تخيل ليه يفوتك المشهد، طفيه. يقولوا لك تحة، ها تحة يعني صحة. يبا يبا، لا لا انفضحت انا وابوي. يما شو الكلام هذا اللي سمعته من خالد، انكم بتزوجوني شو اسمها هي؟ ريم انكم بتزوجوني ريم؟ يا اخي انا قايل لكم انا ما اخذ الا اللي احبه، يا اخي مو على كيفكم بتزوجوني يا اخي. جود، جود انت تحب جود؟ يا اخي انا احب جود يا اخي، بس مو شرط اقول لكم يا اخي، خلاص بتقدمها على تقدمها يا اخي، قسم بيت الله بلمعه في شنطه على البيت. ما شفت كيف ما المشهد؟ شفت الدخول صراحة خيال، بس الطلوع لا ما عجبني. سوي يا اطير. ما شفت ما شفت. شاكم بالمشهد يا عيال، جتني كحة. المشهد كله يا أخي هو ما عنده نص يا جماعة، ما عنده نص كذا منمق. تبغون مشهد كذا ثاني يا عيال؟ اضبط مشاهد كثير تراني. شنو التصميم هو خروج وطلوع يا اخي، انت لا ادرك. ارحبي ذي صديقتي اسمها لولا، لولا ممثلة تدعمني الحين. شو تروحنا؟
اها لا تشد ويطلع تمام. اوكي يلا بسم الله. خلينا نشوف لنا المشهد الثاني. يا اخي خلي اختك ذي ممثله، احس قاعد يراسلها مدير المسلسل قال جيبيه ذا بطل ذا، هذا شخصيه مهمه صح؟ ايش؟ قاعده تشوف البث، شوف البث. شكرا يا عثمان. وش يقول؟ ما سمعت والله. يقول واضح ان مدير المسلسل يعني كلمك يقول جيبيه انه هو فنان. هذه ترى تعتبر خلاص بقلد لكم شخصية المغرور المجرم. لا لا اسمع اسمع لا لا اسمع اسمع دقيقة دقيقة اصبري على فكرتي اصبري اسمع ابغاك تسوي شخصية سايكو. سايكو مين هذا؟ يعني واحد مختل عقليا. ها 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 تخليني خبل يا الثولة. لا لا يعني مثلا كيف اقول لك يا الله كيف صح سايكو لك. سايكو ما تقدرين تمثلينه كذا، لازم قصة طويلة لازم صح تفهمين انه سايكو. لا لا مثل انك ولد ناس اغنياء وانك مغرور. اوكي 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 كيف بدا ترفك الشحن ثبت الجوال. اوكي اوكي بادي اوكي خلاص مشحون الجوال شوي يا بنت مالك، انا ماسكته عادي ابغاه يشحن عشان لما انام. شوفي 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 يا ولد الأغنياء سنتر بوينت طبعا هو ما يلبس بس سنتر بوينت عرفتي؟ كيفك يا خالد؟ كم مرة قايل لك يا غبي اهتم بأمور الشركة وخل عندك السربتة في الشوارع؟ تبي اسوي لك خصم من الشركة؟ هذا اللي تبيه انت صح؟ ماي ايز ماي ايز هو شكل مشهد مؤثر بس انا ما تاثرت الصراحه. ايه ركزي في شغلنا يا اخي. ذي اختك دخانك دخانك ما يخلص انت صدق. لو خلص الدخان عنده بيخلص المحتوى. يا عيال صدقين بصير ممثل، صدقين بصير ممثل. لا حد يرسل لي بسناب الحين بيصور مقطع في الحارة يقول لي بجيب. والله احس اختك ما عندها سالفة، جايبينها دافعة على حسابها عشان تمثل. ايش؟ لو سمحت جايبينها ايش؟ اقول جايبي انت دافعتهم عشان تمثلين معهم. كيف عرفت؟ طيب ليه ما يخلوني امثل معهم منشد في او مغني كذا في المشهد؟ تنفع صوتك مره حلو. بس بطلع في دور دورين بس. دورن دورن كلنا لك عادي. في اسمع في كثير سبحان الله ترى في شو بالتمثيل، في التمثيل الله يسعدك يعني في على حسب اول غلط الوجه. في التمثيل اول غلط في التمثيل انك ما تقول يسعدك. ليش تقول يسعدك؟ شخباركي شخباركي شعلومكي زوجكي. زين اسمعي صلي على النبي. ترى الوجه يلعب دور كاريزما له، ترى كل وجه له كاريزما صح. لا يمكن وجهنا ما يصلح مجرم، وجهي لطيف اصلح واحد مسروق، واحد مخطوف، واحد يساعد الناس، واحد لطيف مسكين حق فعل خير. لا حسك تنفع بعد واحد كذا خبيث. خبيث انت والله. انا ترى والله نفسي امثل دور شريره والله اني احب الادوار هذه مره احبها، ادوار كذا الملاعين. لا احس حتى في الحقيقه احس الناس يفكرون يقولون هذا تستس. شو علي منهم؟ بالعكس يا اخي انت وجهك موج تمثيل يا ام ابيض. ليش يا اخي انت قاسم بيت الله ما شرحك في مطبخ واخي. ليش واخي. اختك احس اختك دي هذه الممثله. انا انا اللي رافض التمثيل ما ابغى ما اعرف امثل. ليش ليش ما اعرف امثل يا اخي؟ تقدرين تستعين. اصبري اصبري على اي اساس تحكم ان انا ما انفع لشيء؟ انت قاعده اقول لك اعطيني من مشاهدك يعني مثلين خلينا نشوف تمثيل. ما اقدر انا موقع عقد ما اقدر اقول ولا شيء يا اخي. مو شرط جيب انت من راسك يا اخي يعني قصد زيه فهمتي؟ لا ما راح اقوم امثل كذا وانا ما عندي نص. صار صرت ترى الغرور ما ينفعكي
ساعد الناس يا أخي، أنا أبغى منك فايدة. هي تبغى توريكم مواهبها يعني. والله العظيم بكرة بحطنا بالحلقة الأخيرة رمضان بالحلقة الأولى، أول ما تفك الباب بعدين خلاص ما يطلعونها. لا والله عندها دور كثير. كم دور؟ كثير كثير مرة والله. حس طيب، شنو شخصيتك في المسلسل؟ شخصيات كثير. هو مسلسل كذا، لا هو حلقات، فهمت؟ فكل حلقة تصير شخصية غير. اها فهمت نفس. اها فهمت فهمت فهمت. ما بديت التصوير ولا لسه؟ بديت الاسبوع اللي راح، اخذت اجازه 3 ايام تقريبا، والحين رجعت مره ثانيه. وناس التمثيل ولا ملل صح؟ لا حلو. خلاص بنسوي مسلسل ونساره، مسلسل ونسميه نسميه بدايه مبدعين. من تسمعين؟ ايه، ونمثل نفس فيلم شو اسمه ذا، يعني مكاتب وكذا، وان نبي ننجح ونسوي اننا ناجحين زي كذا، ونساعد لين نطلع نشتغل زي كذا على ارواحنا، فاهم علي؟ يعني بدايه من الصفر. ايه، اول نسميه بدايه من الصفر. ايش رايك؟ وعندي مفور، عندنا واحد حلو الفكره، بس انا يا اخي ما امثل، ودي يا اخي عندي واحد مفور يقرب لي جوال ايفون 7 يصورنا ونشتغل، ننزل مسلسل على اليوتيوب. ستر بوينت ربي. ليش؟ ايفون 7 بعد ليش يصور؟ يا اخي ودي اوريهم مشهد هذاك اللي وريتك اياه. لا ادري يا اخي عادي، ودي اذا بيسوي لك خصم انا ادفع الخصم 50 ريال 100. ما له دخل خصم، لا تسريب. طيب انت 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 ليش رايحه معهم؟ انا والله خوي ذي قالوا مجاني، قالت يلا مشينا. لا خوي طفشانة. انا المره اللي راحت قعدت لحالي في الرياض وطفشت مره. واحنا انت وين؟ مو في الرياض. لا ما راح اوريكم ايش فيكم، اقول ودي احنا في شقرة، تصوير بشقرة. شقرة وين ذي؟ مو بالرياض. محافظة بالرياض. خلاص اجل انت في الرياض يعني. تبعد ساعتين عن الرياض. ييك ساعه ونص، ساعتين على حسب دي المطارة. تاخذينا معك في التصوير؟ هذه قهوة لازم. خلاص يلا الحكم الأول. أنت ما نسيت، شفتي إني ذكي، ما أنسى حتى بالأفلام ما أنسى. الحكم الأول، المكياج الله لا يهينك. تخلين أختك تتواصل مع حقهم هذا المدير، تخليني خليني اصور في بيتنا مقطع في بيتنا ينزل معاكم في المسلسل. ليش؟ طيب كيف حر انا بصير مشهور، الحساب غيري. طيب في اشياء احلى، فيه افلام بنتفليكس، فيه مسلسلات بشاهد. لا انا ابغى هذا، انا ما ابغى امثل مع ناس مو معروفين، ابغى ناس معروفين. اي طيب معروفين مره. مثل؟ ما اقدر اقول والله اني صادقة، والله ابغى امثل مثل مسلسل البروفيسور. يا كبر طموحك. بكره اسوي مسلسل حالي انا يا وجه التيس. اي انا ارد على كومنت، ايش تبغى؟ طيب يلا الحكم الثاني. الحكم الثاني تسكين دي اختك طلاق لين يصير خدها احمر، بكره تروح تمثل خدها الحلقه او خامسه. الحكم الثالث يموت. الثالث. الحكم الثالث تقول اسمي في المسلسل، او تخليهم يحطون اسمي في المسلسل، مثلا واحد يسمونه سعود خميس، لو بياع خضره، لو بياع بسطه، اهم شيء اسمه سعود خميس. طب سعود بس، ليش سعود خميس؟ لا سعود خميس عشان اعرف انه انا، اخلي ابوي يتابع المسلسل وخوالي، اجيب لكم 100,000 مشاهد. ها بسم الله. ها ايه فهمت قصدك، هو يبغى يمثل بعد عادي، في ممثلين ومغني بنفس الوقت. امي تقول لي تغنى بالعيون الغواري. اسمع تابعت العصوف؟ ايه تعرف اغنيتهم؟
الله يا وقت مضى، لو بدينا ما يروح، الله يا حب قضى بين الأماني والجروح. قولوا لجدران البيوت إن حبايب وقصرى، قولوا المغرور اللي وراه ترك ما راح تنجح في التمثيل. ضاغطتك ضاغطتك، بتموت بتموت. تموت تموت، ايوه وغلاتك مثل ايوه غلط اللي يطردون شوفك مسلسل في رمضان قبل الفطور وانت تشوفني ان شاء الله. ايه معودة في رمضان قبل الفطور العب اقاري، وماني فاضي لك انا. والله نشوف، مو على كيفك. ايش تسوي؟ تخيلي اخر شخص اتابع انت، تخيلي اي بيصير بيصير يصير بشوفك والله لا اضحك عليك، والله لا اضحك ضحك ضحك انا اتقبل انه والله لا بس بفك اهم بث شيء اني وانا اخذت من وقتك وشفتني، هذا اهم شيء. الحين انا ما اخذ من وقتك ساعه وانت معي في القصه تقرقرين، حتى احنا ماخذين من وقتك. انت ارسلتي لي، انت اللي ارسلت لي، يعني انا ما اخذ من وقتك اخليك تتابعيني. يعلق لا ما يعلق. يلا يا سعود عطني احكام زي الناس. يلا الحين فعل صدرك ما ادري ازعجوني وش يعني. يلا نبدا الحكم واخلص يخلص بسرعه. صدق دقيقه ابغى اعرف وش يعني صدرد. ما ادري خلاص انا باخذ يقلدون بعض ولا يدرون شو السالفه، انا متاكده. لا نبدا الحكم، نبدا الحكم. ها يلا عطني يلا. حكم اول ثاني ثالث زي الناس. يلا اعطيت اثنين مليت يا اخي، نبدا الحكم. صك ذي طراق الممثله كيف؟ خلاص يلا يلا خلاص يا اخي عفو، بروح اسكر بث وانام. يلا باي. كفو. يا تبين شيء؟ سلامتك. متى متى شو اسم المسلسل قلتي يا علوم يا طيبين، يا ناصر القصبي؟ علوم يا الأولين. والله انها علوم الاخرين. يلا دزيها. استغفر الله. باي.